حياك الله، شلونك؟ شلوني والله مو زينه، بس هلنا مجال شويه. صباح العافيه. صباح العافيه. شلون صباح العافيه؟ صباح الغلا والمسرات على العراقيين النايمين للظهر اللي ما يدرون كيلو الطماطم اليوم بألف ونص، اللي اليوم باشر بعد اسبوع راس الشهر. هم يدرون احنا لسه ما جامعين الايجار؟ لو ما يدرون صعدوا الدولار من سوته 150 و145، شنو التضارب بالاسعار؟ ليش؟ زين اذا المسواق غالي الشورجه فارغه. صدقني هذا الغلا والصعده والنزله مو بس تاثر على التاجر، تاثر بالدرجه الاولى والاخيره، اثرت علينا مصطفى احنا بالشارع. انا تدري بلوس البصيه مالتي، يعني يوم صار لي اسبوعين السوق فاتر، يعني يوم الجمعه كنا ننتظر الجمعه من الجمعه للجمعه، فجمعتين ثلاثه نراوس نفسنا يطلع الايجار مالنا. هيك يوم انا بحياتي ما جيت للشورجه في هيك ايام شفت هذا وضعها فارغه والله. هذا السواق ذنب عم صدق ذنب 60,000 علاقتين من الرصافي. علاقتين 60؟ بيش ذنب كانوا متسوقين؟ كنت اتسوق امول 2.5 على هسه صارت 3.5. يعني 1000؟ 1000 زادت. زين انت 1000 على 1000 على 1000، انا شنو نفعي بيه؟ زين من سويت التعليم الالكتروني، التعليم على الانترنت، زين غير تخفضون بيه الاسعار؟ اكنك الجهال انا عندي 2 صف رابع اكنك لهم على اسبوعي قبل ما يصعد الدولار تفتر هاي. جار البحث إيه؟ كانت 24 ساعة مكدرة على البوب جي مقويها، على التعليم قامت تفتر جار البحث. عندك شغلة ثانية شنية؟ الرصيد كان ابو الخمسة ناخذ ب6.25، هسه من قاعد اليوم صباح ب8.5. زين انا شلون اسف والله بربك، شلون ادرس جهالي يوم بالاسبوع؟ هسه انت اليوم الطالبين بعودة التعليم؟ التعليم هو اهم شيء بالعصب الحياه، هو الثقافه. نعم. اذا ثقافه شعب ماكو عنده ثقافه، ما عنده وعي، شنو شو تريد من عنده مصطفى؟ يعني انا ارجع الساعه ب5.5 ب6 انا وزوجي نرجع للبيت، هو غدا، هو عشاء، غدا عشاء الولد يعرفني، غدا عشاء احنا، غدا عشاء احنا الساعه ب6 العصر، صلينا طار الوقت، اخذ لي فالساعه ويا جهالي الساعه ب7.5 ب8 انا انام. يعني زين احنا ايجار مولدة، كهرباء ظالمين نفس ماكو، رجعتونا على الشولة وعلالة. قرن 21 وتعليم الكتروني والشباب الحلوة هاي بالشوارع، ليش؟ لكم العراق هذا، والله العراق علم، العراق كانت الدول تاكل بيه، والله جريمة.